لا ركزوا كلكم معايا. بلانت نيد يعني احتياجات النبات، ايه اللي النبات محتاجه عشان يعيش؟ ايه هي البلانت نيد؟ لايك اول اورجانيزم، كلمه اورجانيزم عارفينها يا شباب؟ عارفين يعني ايه اورجانيزم؟ طبيعي لا مش كلمه اورجانيزم يعني يعني كائن طبيعي. حي. اورجانيزم يعني ايه؟ يعني كائن حي. بصوا كل واحد بقى الكراسه بتاعته جنبه وقلمه ويكتب معايا. اورجانيزم يعني كائن حي، كلمه اورجانيزم يعني كائن حي. ما اورجانيزم لايك اول اورجانيزم بلانت هاف نيد، يعني ايه؟ يعني النبات ليه احتياجات. البلانت جيت ايفري ثينج دي نيد فروم زير انفايرومنت، النبات بيحصل على اي شيء هو محتاجه من البيئه بتاعته. ليفينج ثينجز يعني الكائنات الحيه، كلمه ليفينج ثينجز عارفين كلمه ليفينج ثينجز ولا مش عارفينها؟ أنا عارفها. طيب يلا اللي مش عارفها كده يكتبها معايا عشان نكرر الكلمات دي في الاخر. ليفينج ثينجز يعني الكائنات الحيه، اكتبوها برضو عندكم عشان مش هعرف اصور لكم عشان عندي مشكله في الواتس، مش هعرف اصور لكم دلوقتي. ليفينج ثينجز الكائنات الحيه. They need from their environment. Living things they that don't get what they need may die. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان الليفنج ثينجز او الكائنات الحيه ديت لو ما خدتش اللي هي محتاجاه هيحصل لها داي. داي يعني ايه؟ هتموت. البلانت نيد اير، النبات محتاج الايه؟ الهواء، محتاج الووتر، محتاج النيوترنت، محتاج اللايت، محتاج السبيس. يبقى ايه هي البلانت نيد؟ ايه هي احتياجات النبات؟ مين عارف احتياجات النبات يقولها لي؟ ايه هي احتياجات النبات؟ قولوا معايا. ووتر، الوتر والسن الووتر، النيوترنت. يلا قولوا معايا. ووتر، نيوترنت، الوتر والسن لايت. لايت لايت اللي هو الشمس او الصن، الضوء. سبيس، سبيس يعني ايه؟ كلمة سبيس يعني ايه؟ مسافة مسافة المسافة، المسافة. يبقى النبات محتاج ايه؟ او البلانت نيد لو جاء قال لك في الامتحان ايه هي البلانت نيد هتقول له ايه؟ الووتر، الووتر، واتر نيوترنت، سبيس نيوترنت، واللايت لايت، سبيس سبيس. يبقى قولوا معايا ووتر، واتر ووتر، نيوترنت، نيوترن نيوترنت، نيوترنت، نيوترن نيوترنت. نيوترنت يعني مواد غذائية، نيوترن نيوترنت يعني مواد غذائية. لايت، سبيس، لايت لايت، لايت لايت، ووتر، نيوترنت، لايت، سبيس. يبقى الماء والمواد الغذائية والضوء والسبيس اللي هي الايه؟ المسافة. يبقى النبات بيحتاج ايه؟ محتاج ووتر، نيوترنت، لايت، سبيس. دي كده البلانت نيد، دي كده الاحتياجات الايه؟ النبات. ممكن تجي لنا سؤال في الامتحان. طيب في ايه تاني يا ميس هنا في الصفحه ديت؟ قال لنا البلانت جيت جاز كولد كربون دايوكسيد فروم زير انفايرومنت. يعني ايه؟ حد فيكم فاهم الجمله دي؟ فاهمها لي، يشرح لي، يقول لي يعني ايه البلانت جيت جاز كولد كربون دايوكسيد فروم زير انفايرومنت؟ يعني ايه الجمله دي؟ مين يشرحها لي يقول لي يعني ايه؟ حتى بالعربي مش مشكله، انجلش. معناها ايه؟ معناها ان مش البلانت، اكسجين لا لا غلط. بص انا بقول البلانت، البلانت جيت جاز كولد كربون دايوكسيد فروم زير انفايرومنت. النبات يا اولاد عشان يعيش، تمام، النبات عشان يعيش محتاج يتنفس، بياخد غاز يدخله او بياخد غاز يقوم يعمل بيه عملية البناء الضوئي أو عملية الفوتوسينثيس. الغاز اللي النبات بياخده ده اسمه كربون دايوكسيد. اسمه إيه؟ كربون دايوكسيد، أو بيقولوا عليه سي أو تو، سي أو تو، أو اسمه كربون دايوكسيد. قولوا معايا اسمه كربون إيه؟ كربون ركزوا وقولوا معايا كربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد كربون دايوكسيد، كربون دايوكسيد، كربون دايوكسيد. قولوا يلا كربون، كربون دايوكسيد كربون دايوكسيد. يبقى كربون النبات، دايوكسيد النبات يا شباب، النبات يا شطار عشان يعيش
بياخد غاز الكربون دايوكسيد ده بياخده منين؟ بياخده من الانفايرومنت، من البيئه، بياخده من الايه؟ من البيئه، من الهواء. النبات فيه فتحات اسمها الصغور، بيدخل منها الهواء، بيدخل منها اهم غاز للنبات، غاز الكربون دايوكسيد. غاز ايه؟ الكربون دايوكسيد. يبقى لو جاب لنا وسالنا النبات بياخد غاز ايه من الانفايرومنت او البلانت، جيت غاز اسمه ايه؟ اقول له الكربون ايه؟ اقول له الكربون دايوكسيد. ما حدش يقول لي الاكسجين، النبات ما بياخدش اكسجين، هيبقى غلط. يبقى النبات بياخد ايه؟ النبات بياخد ايه يا شطار؟ الكربون، كربون دايوكسيد. كربون طيب البلانت تيك ان ذا جاز، ركزوا بقى واقفلوا المايك، ركزوا واقفلوا البايك. بلانت تيك ان ذا جاز ثرو زير ليفز، زي يوز ذس جاز تو ميك فود. بيقول لك ان النبات ده بياخد الغاز، الغاز بتاعه ثرو زير ليفز. يعني ايه يا شباب؟ يعني بياخد يا شطار غاز الكربون دايوكسيد ده هو يا مس. بياخده ازاي يا مس؟ بياخده عن طريق حاجه اسمها ايه؟ اسمها الليفز. اسمها ايه؟ ليف ليف ليفز. يعني ليف ليفز يعني ايه؟ ليفز يعني الاوراق. يبقى النبات انا دلوقتي عرفت ان هو بياخد غاز الكربون دايوكسيد عن طريق الليفز، تمام يا مس؟ طب ليه يا مس هو بياخد غاز الكربون دايوكسيد؟ ما يعيش من غيره خلاص؟ لا، ما ينفعش، لازم ياخد الغاز الكربون دايوكسيد ده تو ميك فود. تو ميك ايه؟ فود فود. يبقى بياخد الكربون دايوكسيد ده عشان يدخله في عملية اسمها عملية الفوتوسينسز أو البناء الضوئي، ويطلع منه الفود، الغذاء بتاعه. زي احنا ما بناخد كده الأكل وناكله عشان ناخد طاقة، هو كمان بياخد الكربون دايوكسيد ده ويدخله جواه عن طريق الليفز ويصنع منه حاجة اسمها الفود. يبقى احنا عرفنا دلوقتي البلانت نيد اللي هي الووتر والنيوترنت واللايت والسبيس، وعرفنا يا مس ان البلانت بياخد الكربون دايوكسيد باي ليفز. طب البلانت بياخد الكربون دايوكسيد ليه؟ عشان يعمل الايه؟ الفود. عشان يعمل ايه؟ الفود الفود. طب فود يلا تعالوا كده ناخد معلومة تانية. خلاص الحاجات اللي انا قلتها دي عرفتوها، حد مش عارف اعيدها له تاني؟ يلا يا شباب، اللي مش عارف حاجة يقول لي يا مس عيديها، عشان انا مش عارفة اساميكم عشان انده عليكم. طيب يلا نكمل. Like all living things، الكائنات الحية كلها. اتفقنا ان كلمة living things يعني ايه يا شطار؟ living things يعني ايه؟ الكائنات نمشي الحية، الحية زي النبات والانسان بالظبط. والحيوان والاسماك والطيور، كل دي نباتات حية، كل دي كائنات حية، بقول عليها living things، بقول عليها living ايه؟ things. plant need water، النبات محتاج مية. they take in water through the roots. احنا خلصنا الليفز يا مس، خلاص ده احنا دخلنا على الروتس. يبقى النبات بيتكون من روتس. ايه فايدة الروتس دي؟ ديت اللي فتحت ديت بقول عليها روتس، بقول عليها ايه؟ روتس. برافو عليكم، ممتازين. روتس يعني جذور، واللي فوق دي بقول عليها ايه؟ ليف برافو، ليف ممتازة. واللي فوق بقول عليها ليفز، تمام. يبقى انا عندي الروتس وعندي الليفز. طيب البلانت they take in water through their roots، يبقى البلانت بياخد الميه خلال الايه؟ الروتس. يبقى النبات الروت بياخد ايه خلال الليفز؟ النبات بياخد خلال الليفز الغاز اللي هو كربون دايوكسيد. كربون داي اوكسيد. اوكي يا مس. طب بياخد ايه خلال الروتس يا مس؟ ايه فايده الروتس دي؟ بياخد خلالها ايه يا شباب؟ الووتر. بياخد خلالها ايه؟ ووتر الووتر. ووتر يبقى زي تيك ان ووتر ثرو زير روتس. يبقى البلانت تيك ان ووتر ثرو زير روتس. يبقى نقول كده بلانت جيت كربون دايوكسيد ثرو ليفز، بلانت جيت ووتر ثرو زير روتس. يبقى البلانت بيتكون من ليفز وروتس، وفي حاجه في النص اسمها ايه؟ اللي بين الليفز والروتس دي اسمه ايه؟ اللي بشاور عليه ده، ده اسمه ايه؟ مين ستام عارف؟ برافو عليك، ستام ستام ممتاز. ستام ستيم. ستيم شطور. يبقى النبات بيتكون من ليفز وستيم وروتس. طب يلا نكمل. ووتر ترافل فروم ذا روتس اب تو ستيم، الميه بتطلع يا مس من الروتس كده، تخرج من الروتس كده وتمشي في الستيم تو ليفز لحد ما توصل للليفز. طيب بعد كده بلانت يوز ووتر فور ميني لايف فانكشنز، النبات بيستخدم الميه
لللايف فانكشن. يعني ايه كلمه لايف فانكشن؟ كلمه لايف فانكشن يعني وظائف الحياه، كلمه فانكشنز يعني وظائف، ولايف يعني الحياه. يعني النبات بيستخدم الميه دي لللايف فانكشنز، لوظائف الحياه. تمام. اوكي يلا ركزوا معايا، كله يركز معايا. ووتر هيلب بلانت تو ستاند اب. النبات الميه بتساعد النبات ان هو يقف. It keep a plant from wilting. A plant also use water to make food. البلانت بيستخدم الووتر اللي هي الميه to make food، عشان يعمل الغذاء بتاعه. النيوترنت، قلنا نيوترنت يعني ايه يا شاطرين؟ مين الشاطر اللي هيقول لي يعني ايه نيوترنت؟ يعني ايه نيوترنت؟ مغذيات المغذيات، المغذيات او المواد الغذائيه، المغذيات او المواد الغذائيه. برافو عليك. النيوترنت، النيوترنت ار سبستانس، المواد الغذائيه ديت ار سبستانس، مواد ذات هيلب ليفينج ثينجز، بتساعد الليفينج ثينجز. قلت لكم ليفينج ثينجز يعني ايه؟ الكائنات الحية. ممتازين ممتازين. يبقى النيوترنت المواد الغذائيه، ار سبستانس هي المواد ذات هيلب ليفينج ثينجز، بتساعد الكائنات الحيه. جرو، جرو يعني ايه؟ تنمو. اند ستاي هيلثي، وتبقى صحيه. نيوترنت ار ديسولفد ان ووتر. يعني ايه يا مس نيوترنت ار ديسولفد ان ووتر؟ يعني المغذيات ديت ار ديسولفد ان ووتر، يعني ذائبه في الماء. بلانت ابزورب نيوترنت وين زي تيك ان ووتر ثرو زي روت. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نعيد تاني. بنقول ان نيوترنت يعني المغذيات او المواد الغذائيه ار سبستانس ذات هيلب ليفينج ثينجز تو جرو، بتساعد الليفينج ثينجز او الكائنات الحيه اللي هي تنمو. يبقى احنا لما نعرف النيوترنت او نتكلم على النيوترنت، النيوترنت دي يا اولاد عباره عن ايه؟ ار سبستانس، قولوا معايا نيوترنت، نيوترانت، نيوترانت ذات ار سبستانس ذات. تمام. اوكي انا مش عارفه، اللي في ناس بتقول المايك مش راضي يشتغل عندها، فالمشكله بتبقى من عندكم انتوا مش عندي. مش مشكله لو هو مش عارف يتكلم بس سامعني، مفيش مشكله يركز او يدخل من جهاز تاني. النيوترنت هي عبارة عن السبستانس أو المواد ذات هيلب، هيلب يعني إيه؟ تساعد. هيلب أنا ليفينج ثينجز، تساعد. ليفينج ثينجز يعني الكائنات الحية. يا شطار يا ممتازين أنتوا. هيلب ليفينج ثينجز تو جرو، تو جرو يعني إيه؟ مين الشاطر اللي تنمو هيقول؟ عشان طيب تكبر. أند ستاي هيلسي، يعني إيه هيلسي يا شاطرين بقى قولوا لي؟ يعني تم صحي. صحي. برافو، أنتوا ممتازين. أند ستاي هيلسي. يبقى النيوترنت هي عباره عن السبستانس ذات هيلب ليفينج ثينجز، بتساعد الكائنات الحيه تو جرو. تو جرو يعني ايه؟ تنمو. اند لي يعني اند ستاي هيلثي، وتبقى بشكل صحي وبحياه ايه؟ صحيه. طيب النيوترنت ديت ار ديسولفد ان ووتر، النيوترنت دي بتكون دايبه في الميه. يبقى تاني معلومه هنكتبها عن النيوترنت يا شطار، ان هي ديسولفد ان water، dissolved in ايه؟ in water. water. تمام. طيب ايه بعد dissolved in water؟ plant absorb nutrient when they take in water through the roots. يعني ايه؟ ثواني كده معايا. البلانت النباتات absorb nutrient. النباتات بتاخد النيوترنت ازاي يا مس؟ انت بتقولي لنا النيوترنت مهم عشان الجرو والهيلسي، والنيوترنت ديسولفد ان ووتر. طيب النباتات بتاخدها ازاي؟ النباتات بتاخدها عن طريق الجذور. الجذور اللي هي الروتس بتمتص الميه، والميه دي دايب فيها النيوترنت. احنا قلنا النيوترنت ديسولفد ان ووتر، فتروح الجذور ممتصه الميه وممتصه معاها الايه؟ النيوترنت. يبقى النيوترنت ار ديسولفد ان ووتر. تمام. البلانت ابزورب نيوترنت وين دي تيك ان ووتر ثرو ذا روتس. يبقى البلانت ار ابزورب الايه؟ ابزورب الواتر
absorb النيوترنت. absorb الايه؟ النيوترنت. النيوترنت يعني النبات بيمتص الايه؟ الميه او المواد الغذائيه. تمام. البلانت absorb النيوترنت when they take in water through their roots. امتى بياخد النيوترنت؟ لما بياخد الميه بياخد النيوترنت معاها. when they take in water through roots. through roots يبقى النبات بياخد النيوترنت ازاي؟ بياخدها عن طريق الجذور. يبقى النبات لما نقوله ايه فايده الروتس، او النبات بيعمل ايه بالروتس؟ بياخد بقى النيوترنت. بياخد النيوترنت بقى ازاي؟ ازاي النيوترنت بتدخل الجذور؟ هنقوله عشان النيوترنت ديسولفد ان ووتر، لان النيوترنت ديسولفد ان ايه؟ ديسولفد الوتر. ان ووتر. شطار. يبقى عرفنا النيوترنت، ركزوا بقى معايا، قولوا معايا نيوترنت، قولوا معايا يا شطار، نيوترنت نيوترنت ار سبستانس، ار سبستانس ار سبستانس ذات هيلب ليفينج ثينجز، ذات هيلب ليفينج ثينجز، ذات هيلب ليفينج ثينجز. قولوا يلا، ذات هيلب ليفينج ثينجز، ذات هيلب ليفينج ثينجز تو جرو، تو جرو اند ستاي هيلثي. النيوترنت دي dissolved in water. dissolved in water dissolved in water يعني ذائبة في الماء. dissolved in water. واحد بس اللي بيقول معايا وبقية المجموعة فين؟ dissolved in water. dissolved in water. البلانت ار ابزورب نيوترنت دي تيك ان ووتر. النبات بيمتص المواد الغذائيه ديت لما ياخد الميه ثرو، خلال الايه؟ ثرو الروتس. خلال الايه؟ خلال الروتس. نعم. طيب يلا نكمل. The green part of plant collect the energy and light and use it to make their own food. يعني ايه؟ ركزوا معايا واقفلوا المايك عشان تسمعوني كويس. الجرين بارت يعني الاجزاء الخضراء من النبات اللي هي زي الليفز. كولكت ذا انرجي اللايت، يعني ايه كولكت انرجي اللايت؟ كولكت انرجي اللايت يعني بتجمع الطاقه من الشمس، بتجمع الطاقه من الايه؟ من الشمس. اند يوز ات، بتستخدمها to make their own food عشان تصنع الغذاء ايه بتاعها. يبقى الجرين بارت الاجزاء الخضراء من النبات. تمام. collect their collect the energy light، بتجمع طاقه الايه الشمس. and use it to make their own food، وبتستخدمها عشان تعمل ايه الطعام بتاعها، بتستخدمها عشان تعمل الايه الطعام بتاعها. plant need space، النبات بيحتاج space. ليه النبات بيحتاج سبيس يا ولاد؟ to grow and get water and sunlight. النبات لو ما كانش حواليه فراغ كافي مش هيقدر يحصل على الميه ولا هيقدر يحصل على sunlight اشعه الشمس. طيب ايه فايده الجرين بارت في النبات؟ مين بقى اللي هيساعدني ويقول لي؟ الجرين بارت، الجرين بارت يعني الاجزاء الخضراء. الجرين بارت يعني الاجزاء الايه؟ الخضرة في النبات. ايه فايدتها؟ ايه فايدتها؟ برافو. كولكت انرجي اللايت يعني ايه؟ بتجمع الطاقة اللي في اللايت. اللايت هنا مقصود بها السان لايت، أشعة الشمس، بتاخد الطاقة من أشعة الشمس، والطاقة ديت النبات بياخدها ويصنع بيها الغذاء بتاعه. لما تكبروا شوية في الصفوف اللي قدام هتعرفوا إن أشعة الشمس مهمة جدا للنبات عشان يعيش، وان هو عشان يعمل الغذاء بتاعه. النبات عشان يكون الغذاء بتاعه لازم يكون ياخد اشعه ايه؟ اشعه الشمس. يبقى الجرين بارت كولكت انرجي ان ايه؟ اللايت، بتجمع الاشعه اللي في الايه؟ في الضوء. اند يوز ات تو ميك فود، اند يوز ات تو ميك ايه؟ فود. اند يوز ات to make food، وبيستخدمها عشان يعمل ايه الطعام بتاعه، بيستخدمها عشان يعمل الايه الطعام بتاعه. طب السبيس، السبيس يعني ايه؟ ركزوا معايا كده. يعني مسافة. مسافة. المسافة. برافو عليكم. النبات محتاج المسافة دي ليه؟
عشان يحصل له grow وجيت water and sunlight. يبقى النبات لازم يحتاج المسافة أو ياخد المسافة الكافية عشان تسمح له إن هو grow ينمو and get water and sun light. يعني النبات need space. تمام، ليه بقى محتاج السبيس؟ يبقى السبيس تو جرو عشان ينمو، ماشي، اند جيت ووتر اند سانلايت. اند جيت ووتر اند سانلايت اند سانلايت. سانلايت تمام، يبقى دي فايده الايه؟ السبيس، ان النبات يحصل له جروينج وجيت ووتر اند سن ايه اند سانلايت. different بلاد need different amount of space. كل نبات بياخد سبيس معين على حسب الايه الحجم بتاعه. في نبات صغير، في نبات ايه كبير، كبير، في نبات صغير وفي نبات ايه كبير. كل نبات كبير بياخد الايه الفراغ بتاعه على حسب الايه الحجم بتاعه، على حسب الحجم ايه بتاعه. مولا. الله يخليكم معايا. Also most plant to grow in soil. A plant can also grow in water without soil if it gets the nutrient it needs. بيقول ان زي ما في نباتات بتنمو في الصويل في التربة، في نباتات كمان ممكن تنمو في المياه. ممكن تنمو فين؟ في المياه، بس بشرط ان هي تاخد الايه؟ بشرط ان هي تاخد ايه يا اولاد؟ تاخد النيوترنت اللي هي محتاجاه، تاخد النيوترنت اللي هي ايه؟ يعني النيوترنت اللي هي ايه؟ النيوترنت اللي هي محتاجاه. تمام، يلا ناخد البيت اوكي اللي بعد كده. ثلاثة عشر داخلة ولا لا؟ ثواني كده دقيقة أشوف 13 دي داخلة ولا لا. مش داخلة. شايفين الصفحة دي؟ دي بيج رقم كام عندكم؟ 17. أيوة دي داخلة في الهيكل. يلا بسم الله كده نبدأ فيها. Bird also depend in water. سامعني؟ هيا بلا بقول إن هيا بلا البيرد الطيور بتعتمد على المية. The trout changed much of the area known as the basic flyway. Bird migrate south from Alaska depend on habitat in the southwestern United States for feeding and regaining their strength before continuing their journey with dried up wetland and stream along migration route. Some birds have trouble to, had trouble surviving dried up wetland means there were fewer fish and insect food. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لنا ان البيرد بتعتمد على الميه او الووتر عشان تعيش. ذا دروت تشينج، كلمه دروت يعني ايه؟ مين عارف دروت يعني ايه؟ على كلمه شيشو دروت يعني ايه؟ دروت يعني الجفاف. دروت يعني ايه؟ خلاص الجفاف. اكتبوها معايا اللي مش عارفها يكتبها. drought يعني الجفاف. The drought changed much of area known as the basic flyway. Bird migrate south from Alaska depend on habitat in the southwestern United States. يعني بيقول لك الطيور migrate. كلمة migrate يعني ايه؟ يعني هجرة. أي مكان يا ولاد يحصل فيه جفاف أو الطيور مش هتلاقي فيه مية هيحصل لها ايه؟ هتعمل عملية ايه؟ عملية migration. كلمة ميجريت دي يعني يهاجر. اللي مش عارفها برضو يكتب ميجريت. من ميجريشن اسمها ايه؟ مجريت ميجريت يعني يهاجر، ميجريشن يعني هجرة. طيب
for feeding and regaining their strength. بيقول لنا ان الطيور بتهاجر من المكان اللي بيكون فيه دروت او جفاف، تمام، لمكان تاني او لهابيتيت تاني. عارفين كلمة هابيتيت يعني ايه يا شاطرين؟ هابيتيت يعني ايه؟ بص تعالوا نكتبهم كده جنب بعض كلك الكلمات اللي دي. كلمة دروت يعني جفاف، كلمة ماجريت يعني يهاجر، يعني يهاجر. كلمة هابيتات، كلمة هابيتات دي كلمة مهمة جدا. هابيتات يعني مسكن أو مأوى، هابيتات يعني إيه؟ مسكن أو مأوى. هابيتات يعني المساكن أو المأوى جمع، هابيتات يعني المسكن أو المأوى بتاع الحيوان. بيقول لي إن الحيوان بيهاجر من المكان اللي فيه دروت، دروت يعني جفاف، للمكان اللي فيه إيه؟ يقدر يعمل إيه؟ يلاقي فيدنج طعام. ريجينينج يعني ايه؟ ريجينينج يعني يستعيد قوته. ريجينينج زير سترينث، سترينث يعني ايه؟ يعني القوه، سترينث يعني قوته. هكتبها لكم. الطير بيهاجر من المكان اللي فيه جفاف او المكان اللي ما فيش اكل فيه لمكان جديد يقدر يستعيد فيه ايه؟ طاقته، ويقدر يستعيد فيه ايه؟ قوته. Before continuing their journey south with dried up wetland and stream along migration route. كلمة ويتلاند يعني ايه؟ ويتلاند يعني ويتلاند يعني اراضي رطبة، بتكون اراضي رطبة خصبة، اسمها ويتلاند. اسمها ايه؟ ويت لاند. قولوا معايا ويتلاند. ويتلاند 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 اند ستريم ارونج ماجريشن روت. وهو مهاجر بيلاقي بيقابله ويتلاند يعني اراضي خصبه، وستريمز مياه جاريه، ارونج ماجريشن روت على طول الخط وهي هو مهاجر او على طول الطريق. سام بيرد هاد تربل سرفايفنج. بعض الطيور بتلاقي صعب ان هي تعيش في درايد ويتلاند. ليه؟ لان زير وير فيور فيش. كلمة ويت لاند ديت أو الأراضي ديت أو الأراضي الرطبة ديت، الأراضي دي بيكون فيها انسكت تو، يعني بتكون مليانة بالحشرات. انسكت يعني مليانة بالحشرات. بيكون فيها فيور فيش، فيور فيش يعني أسماك قليلة. فالطير وهو ماشي بيكون صعب إن هو يعيش في الإيه؟ في الويت لاند دي. بعض الطيور بتلاقي صعب. تربل سرفايفنج، كلمة سرفايفنج يعني عايش أو حياة. سرفايفنج اسمها إيه؟ سرفايفنج اسمها ايه؟ سرفايفنج. يلا قولوا معايا دروت 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 ماجريت 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 هابيتيت 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 سترينث، سترينث يعني قوة، سترينث قوة، سترينث سترينث. طيب ويتلاند، ويتلاند 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 سرفايفنج، سرفايفنج يعني الحياة أو العيش. سرفايفنج 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 سرفايفنج. يبقى بعض الطيور وهي مهاجرة بتهاجر نتيجة الدروت أو الجفاف، بتبحث عن مكان تكون فيه فود، يكون فيه فيدنج طعام، وتقدر تسترجع فيه ريجينينج زير سترينث، ترجع قوتها. بيقابلها الويت لاند وبيقابلها الستريم. بعض الطيور بتتأقلم، وسام بيرد هاف ترابل سرفايفنج، بتلاقي ايه؟ مشاكل في الحياة. فليه؟ لأن الدرايد اب ويت لاند مين كزير وير فيور فيش. كلمة درايد اب يعني ايه؟ يعني الويت لاند اللي بتلاقيها أو الأراضي الرطبة اللي بتلاقيها بتكون درايد اب يعني جافة، جافة من المياه. فبيكون فيها فيور فيور فيش، اسماك قليله، وبيكون فيها انسكت حشرات، فصعب ان الحيوانات تقدر تعيش ايه فيه. معايا ثواني. During period of changing in this habitat، اثناء الحيوان ما بيغير الهابيتات، واتفقنا هابيتات يعني ايه؟ يعني مأوى أو مسكن. الحيوان لما بيمشي من مكان لمكان عشان يغير الهابيتيت، المأوى أو المسكن، بيرد مي فلاي elsewhere to find what they need. الطيور بتهاجر عشان تجد اللي هي تحتاجه. This means that there are more birds بتيور ايه؟ كتير. In fewer places. More birds in fewer habitat could lead to fewer resources and more competition. How do you
think this would affect the hooded oriole and mounting dove؟ يعني ايه؟ بيقول لك during period of change in this habitat، اثناء فتره التغير في الهابيتات، الهابيتات المسكن او المأوى، لما الحيوان يحصل في مكانه جفاف ويمشي يدور على هابيتات تاني، اسمه ايه يا اولاد؟ اسمه هابيتات. بيرد مي فلاي ايرث وير تو فايند وات ذي نيد، بعض الطيور بتطير ممكن تلاقي اللي هي تحتاجه. This means there are more birds in fewer places، ممكن الاقي more birds in fewer places. يعني ايه؟ لو سمحتوا اللي بيخطط على البورد، لو سمحت، ممكن الاقي more birds in fewer places. يعني الاقي ايه؟ more birds in fewer places يعني عدد كتير جدا من الطيور. يعني انا عندي مكان اهو الطيور هاجرت له، المكان ده مليان طيور، عدد كتير جدا من الطيور بس الاقيهم في fewer places، اماكن قليله. يعني تخيلوا كده لما يبقى عندي مكان صغير وفي حوالي 100 طائر، ايه اللي هيحصل بين ال 100 طائر دول؟ هيتنافسوا على الموارد وهيتنافسوا على المسكن وهيحصل بينهم ايه؟ مشكله. فالايه؟ فممكن الاقي الطيور ديت مور بيرد تتجمع في فيور بليسز، اماكن قليله. مور بيرد ان فيور هابيتات يعني طيور كتير في مساكن او مأوى بسيط او قليل، ده بيؤدي الى فيور ريسورس، بيؤدي الى موارد قليله. الموارد بتكون قليله لان هم بيتنافسوا، اند مور كومبيتيشن. يعني ايه مور كومبيتيشن؟ يعني بيتنافسوا، كلمه كومبيتيشن يعني منافسه. لما احط حوالي 100 طائر او 200 طائر في فيو هابيتات في مسكن او مأوى صغير، ال 100 طائر دول هيتنافسوا على الريسورس. كلمه ريسورس يعني الموارد اللي في البيئه. زي ايه الريسورس؟ الريسورس زي الطعام، زي الهواء، زي السبيس، كل دي بقول عليها ريسورس. يبقى انا عندي كلمه كده هاخدها اسمها ايه؟ اسمها ريسورس. قولوا معايا ريسورسز. ريسورسز ريسورسز يعني الموارد. الموارد زي ايه؟ زي الفود الطعام، زي السويل التربه، تمام، زي الهواء، تمام. كل دي اسمها ريسورس، كل دي اسمها ايه؟ ريسورس. عندي كلمه كمان اسمها كومبيتيشن، قولوها معايا كومبيتيشن. كومبيتيشن 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 يعني ايه؟ كومبيتيشن يعني ايه؟ يعني تنافس. انا عندي الطيور عدد كبير جدا، والمكان اللي اتجمعوا فيه لما هاجروا عشان يهربوا من الجفاف مكان صغير جدا، فالموارد اللي فيه او الرسورس اللي فيه او الاكل اللي فيه او الطعام اللي فيه طعام محدود قليل، فالنباتات هيحصل او الطيور هيحصل بينها كومبيتيشن. كومبيتيشن يعني ايه؟ هتبدا تتنافس، ده ياخد الطعام، لا ده ياخد الطعام، فيبدا يحصل بينهم ايه؟ كومبيتيشن. يحصل بينهم ايه؟ كومبيتيشن يحصل بينهم كومبيتيشن. طيب يبقى احنا خدنا ريسورس وخدنا ايه؟ كومبيتيشن. طيب البيدج اللي بعد 17 اللي هي ايه في الهيكل، ثواني خليكم معايا، 32 قبل 18 على الصفحة داخلة؟ 18 داخلة؟ لا 18 الصفحة مش سامعة. 18 الصفحة 18 صفحة داخلين في الهيكل يعني؟ بس صفحة 18 لا صفحة 18 مش داخلة، ثواني كده أتأكد منها. الله لا الله اللي فيها حوت، الله اللي فيها حوت مش داخلة، لا مش داخلة، هي 32 اللي عليها الدور 32. ركزوا معايا بقى، ثواني هشيل لكم ملف تاني، خليكم معايا شايل الملف التاني. أبغى أنت على 22. نعم عمرو انت رحت على 22 مش 22. خليك بس معايا هشير الملف الثاني. انا فتحت الصفحة وحليتها من زمان، خليك بس معايا. طب انا بس هشير الملف. أوه
ثانية معايا. يلا ركزوا بقى معايا كده. لا لو سمحت اللي فاتح عامل اشكال ده بلاش الموضوع ده عشان ما تشتتي الزمالك. يلا بسم الله. ديزرت ادابتيشن، بنتكلم على الديزرت ادابتيشن. يعني ايه ديزرت ادابتيشن؟ الديزرت ادابتيشن يعني التأقلم في الصحراء، جو الصحراء. كلمة ادابتيشن يعني ايه؟ يعني التكيف. كلمة ادابتيشن يعني ايه؟ يعني التكيف. وديزرت كلنا عارفينها الصحراء. ديزرت از فيري دراي انفايرومنت، هي عباره عن دراي انفايرومنت، بيئه جافه. ات از ريرلي رين، يعني ايه؟ يعني الشتاء بيكون فيها ايه؟ ريرلي يعني نادر. وين رين داز فول ات كان باور داون هيفلي. تمبريتشر ار اوفن فيري هوت، تمبريتشرز بتكون ايه؟ فيري هوت. ركزوا معايا، التمبريتشر بتكون فيري ايه؟ very hot during the day، أثناء النهار. and cold at the night. organism، organism يعني ايه يا شطار؟ اديتها لكم. organism يعني ايه؟ اديتها لكم في اول الحصه. كائنات organism يعني حية. الكائن الحي او الكائنات الحيه. برافو عليكم. organism ده انتوا كلكم شطار ما شاء الله. organism الكائنات الحيه that live in desert، اللي بتعيش في الصحراء. have adaptation، اتأقلمت. to help them survive in this condition، يعني بيقول لك ان الاورجانيزم او الكائنات الحيه اللي هي بتعيش في الصحراء have adaptation، عندها مظاهر تكيف. to help them، تساعدها survive in this condition، تعيش في هذه الايه؟ الظروف. survive in this ايه؟ in this condition. تمام؟ طيب بيقول لك water، هنتكلم عن water وهنتكلم عن الايه؟ على التمبريتشرز. هنتكلم على الايه؟ الووتر والتمبريتشرز. ركزوا بقى معايا. بيقول لك ديزرت بلانت كانت ديبند اون ريجولار رين فول فور ذير ووترز. خليكم معايا ثانيه واحده وراجع لكم دي وراجع. يلا معايا ركزوا، ركزوا معايا. الووتر قلنا الديزرت بلانت، الديزرت بلانت يعني ايه؟ الديزرت بلانت ركزوا معايا، الديزرت بلانت يعني النباتات الصحراويه. كانت ديبند اون ريجولار رين فور فور زير ووتر، مش بتعتمد على مصدر مياه منتظم للمياه. instead the root are adapted to spread widely to grow deep to find water. يعني بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان النباتات اللي بتعيش في الصحراء ديت ما فيش ميه منتظمه بتنزل لها. طيب هي متاقلمه على ايه؟ قال لك ان الجذور بتاعتها are adapted to spread widely، يعني متاقلمه ان هي تنتشر ايه؟ widely يعني ايه؟ بشكل إيه؟ سريع. to grow or grow deep، او تنمو ايه؟ deep عميق. to find water عشان تجد الايه؟ المياه. المياه. A desert plant has steam adapted for storing water. الديزرت بلانت يعني النباتات الصحراوية has steam. steam يعني ايه؟ يعني ساق. adapted يعني متأقلمة for storing water. يعني ايه storing water يا شطار؟
مين شاطر هيقول لي يعني ايه ستورينج ووتر؟ ستورينج ووتر يعني تخزين المياه، البذور بتاعتها متأقلمة على ايه؟ ستورينج ووتر يعني ايه؟ تخزين المياه، تخزين المياه. طيب ايه كمان؟ اور جرو، إيه احنا كنا فين؟ اور اد ستورينج، ميني ديزرت انيمال جيتس ووتر باي ايتنج بلانت اور اوزر انيمال. بيقول لك العديد من الحيوانات بتحصل على المياه باي ايتنج بلانت، عن طريق اكل النباتات اور اوزر ايه؟ animals او حيوانات اخرى. يبقى انت تعالى كده هنكتب الووتر، يلا هنتكلم على الديزرت بلانت، لانه ان هي مش بتعتمد على ريجولار رين فول، مش بتعتمد على مياه منتظمه، فعشان كده النبات ده متاقلم على حاجتين، متاقلم ان الروتس، الروتس يعني ايه؟ الروتس يعني الجذور، الجذور بتاعته مالها؟ spread widely or grow deep to find water. يبقى ايه؟ spread widely، ثواني كده، الروت spread widely، spread ايه؟ وايدلي وايدلي widely يعني بتنتشر ايه؟ widely يعني ايه؟ بشكل اوسع، widely يعني ايه؟ بشكل اوسع، spread widely، تمام؟ or grow ديب او بتنمو ايه؟ ديب يعني بعمق، to find water، to ايه؟ to find water، water عشان تجد الايه؟ water عشان تجد الايه؟ تجد المياه. A desert plant has stem، يبقى الجذور يا ولاد spread widely، الجرو تقولوا الروت spread widely بتنتشر اوسع، اور جرو ديب يعني ايه؟ جرو ديب يعني تنمو للاعماق عشان تلاقي ايه؟ الووتر، عشان تلاقي الايه؟ الووتر. الوتر طيب ايه كمان؟ A desert plant has stem، ليها stem جذور، adapted to find adapted to storing water، الستيم بتاعت النباتات او الجذور adapted to ايه؟ store ايه؟ store find water، store ايه؟ water، الجذور بتقدر ان هي تخزن الميه. many desert animal get their water، الديزرت animal يعني ايه يا شطار؟ يعني حيوانات الصحراء. طب الديزرت animals ديت يا شاطرين بتاخد الميه ازاي؟ بتاخد الميه عن طريق حاجتين، يا اما تاكل نباتات يا اما تاكل ايه؟ انيمال. يبقى الديزرت انيمال بتاخد الميه ازاي؟ ايت، ايت انيمال اور بلانت، ايت بلانت اند ايت ايه؟ اور ايت ايه؟ اور ايت انيمال. يبقى لو جات لي سالني وقال لي ازاي النباتات بتتاقلم مع المياه في الصحراء، او هاو ووتر how desert plant adapted to life in desert، او how desert plant adapted to survive in desert، هقول له the roots are spread widely، الجذور بتاعتها spread ايه؟ widely، والجرو ديبر، جرو ديبر يعني بتنمو ايه؟ بعمق، to find ايه؟ water. هقول له كمان ان الديزرت بلانت has stem، has stem يعني لها ايه؟ لها ساق، الساق دي adapted to storing ايه؟ لو سمحت اقفل الكاميرا بتاعتك. لها ستيم، الستيم دي adapted to store water، يعني لها قدرة على تخزين المياه. Many desert animal get their water by eating plant or other animal. النباتات أو الحيوانات الصحراوية بتاخد المياه بتاعتها، سوري الحيوانات الصحراوية أو الديزرت animal بتاخد المياه بتاعتها عن طريق eating other plants، eating النباتات الثانية، or eating other ايه؟ or eating other animal. فهمت الجزء ده؟ انقل على حاجة ثانية ولا عيدته لكم ثاني؟ لا فاهمينه لا ولا لا؟ انقل على الجزء الثاني؟ فاهمين لا عيدته لكم ثاني ولا ايه؟ ولا خلاص واضح انقل على حاجة ثانية؟ واضح واضح ابله واضح ابله طيب واضح تعالوا كده نشوف الرسمة بتاعت الايه؟ الصخرة في الصبار.
شايفين الرسمة دي؟ هي براح. تعالوا سامعيني كده؟ هي براح. عندي ديت كده الكاكتس اللي هو نبات الصبار، بيتكون من ايه؟ شايفين سيك ستيم؟ شايفين دي كده بقول عليها سيك ستيم، بقول عليها سيك ستيم. ايه الفايده بتاعت السيك ستيم ديت؟ ايه فايدتها؟ هيلب ستور ووتر، بتساعد على ايه؟ هيلب ستور دار ووتر يعني واتر على تخزين هيك المياه. سوا هيلب ستور، قولوا معايا سيك ستيم، 16 هيلب ستور 16 ووتر، هيلب ستور هيك ووتر، هيلب سوا ستور هيك ووتر. طيب سوا وايد شالو ستور روتس، وايد شالو روتس، روتس زي ما احنا شايفينها كده وايد واسعه منتشره، شالو يعني ضحله على سطح الارض. كان كويكلي سوك اب ليتل رين ذات فول، بتمتص بسرعه ليتل رين اي امطار ذات فول. يبقى قولوا معايا وايد شالو روتس، وايد شالو وايد روت وايد شالو روتس، وايد وايد شالو وايد روت شالو روت. كان كويكلي سوك اب ذا ليتل رين ذات فول، كان كويكلي كان كويكلي سوك اب توك اب ذا ليتل توك رين ذات فول. اب طيب اواكسي كوت هيلب سيل ان ووتر، الاواكسي كوت يعني ايه؟ يعني طبقه شمعيه، الصبار بيكون مغطى بايه؟ بطبقه شمعيه. ايه فايدتها يا اولاد؟ الطبقه دي بتمنع فقدان المياه، بتمنع فقدان الايه؟ المياه، بتمنع مياه النبات ان هو ايه؟ يفقد ايه؟ المياه، تمام؟ يبقى اوكي اواكسي بقى كوتينج بنقوله عليها ايه؟ اواكسي كوتينج، قولوا معايا اواكسي كوتينج. اوكي اواكسي كوتين كوتينج، اوكسي اواكسي كوتين كوتينج، اواكسي كوتينج اوكسي يعني كوتين طبقه شمعيه. هيلب سيل ان ايه ووتر. طب سباين، سباين هيلب بروتكت اكاكتس فروم انيمالز، سباينز اللي هي الاشواك بتحمي الكاكتس او النبات الصبار ان هو يتاكل بواسطه الايه؟ الانيمالز. يبقى انا عندي سباين، يلا قولوا معايا سباين، سباين واكسي، واكسي كوتينج، واكسي روت، وايد شالو روت، روت وايد شالو روت، سيك ستيم، سيك ستيم، سيك ستيم. طب يلا ناخد التمبريتشر، التمبريتشر بيقول لك الديزرت انيمال هاد ادابتد تو كيف ذيم فروم بينج تو هوت ديورنج ذا داي. كيوتس اند راتيلا سنيك ار ناتيورنال، يعني ايه ناتيورنال؟ ار ناكتيورنال، ناكتيورنال ذيس مين ذي ار اكتيف ات نايت اند سليب ديورينج دي تايم. قولوا معايا كلمة ناكتيورنال، كلمة ايه؟ ناكتيورنال، قولوها معايا ناكتيورنال، ناكتيورنال، ناكتيورنال ناكتيورنال، ناكتيورنال، قولوها ناكتيورنال معايا ناكتيورنال، ناكتيورنال ناكتيورنال. ما ايه؟ ناكتيورنال عندي الكايوتيز، الكايوتيز والراتيلا سنيك، الكايوتيز والراتيلا سنيك دي انواع من الانيمالز بتعيش في الصحراء، بنقول عليها ناكتيورنالز، بنقول عليها ايه؟ ناكتيورنال يعني ايه كلمة ناكتيورنالز؟ يعني معناها ان الحيوانات دي بتكون اكتف ات نايت اند سليب ديورنج داي تايم. يعني ايه كلمه ناكتيورنال؟ معناها ان الحيوان بيكون اكتف ات نايت يعني نشيط بالليل، بيكون اكتف ات نايت يعني نشيط ايه؟ نشيط بالليل. اند سليب بينام ديورنج داي تايم، وينام بالنهار، بينام ايه؟ بالنهار. يبقى الكايوتس والراتيلا سنيك، والراتيلا سنيك بنقولوا عليهم ناكتيورنال انيمال، بنقولوا عليهم ايه؟ ناكتيورنال، قولوا معايا ناكتيورنال، ناكتيورنال كلمة ناكتيورنال معناها ايه؟ ناكتيورنال معناها اكتف ات نايت وايه؟ وسليب ات ايه؟
a day time. A day time يبقى active at night. Active at night يعني نشيط بالليل. Active at a night. وسليب at a night. لا وسليب at a day time. Morning. Sleep at day time يعني بينام طول النهار وبيصحى طول الليل. بقول عليها nocturnal. بقول عليها ايه؟ nocturnal. nocturnal بنقول عليها ايه؟ nocturnal. طيب عندي حاجة اسمها الجاك رابت. الجاك رابت ده بيكون cool by having a small body and long ear. يبقى احنا كده خدنا النهاردة الانيمالز ازاي بتتكيف في الصحراء. البلانت الحصة الجاية إن شاء الله هنكمل الهيكل. لو نزل، لو ما نزلش هكمل لكم من صفحات الايه الكتاب بقية الشرح. هبعت لكم التسجيل في الحصة في الجروب. يلا مع السلامة. مع السلامة. باي طلع. مع باي السلامة. تيشر. هاي مع السلامة. خلص ايد لا تطلعون. مع السلامة. علي ايد لا تطلع.